صباح الخير، ازيك يا عم ايمن؟ اهلا، ازيك يا عم كيمو؟ متاخر عليا ليه؟ معلش بقى يا عم ايمن، ما هو الشريك كان حلو قوي بصراحه، قلت مش هينفع اسيبه ولا اشوفه تاني. ليش يا سيدي؟ يا لهوي، كل دي افلام؟ مين دي؟ دي واحده جديده بتشتغل عندنا، فانا قلت اجيبها معانا عشان لو انا مش فاضي تبقى هي تيجي تودي الشريط. وده هتعرف تجيبه وتودي الشرايط؟ اللي بيبقوا بهايم يا عم. عيب عليك، ما تقلقش. المهم بس قول لي اخبار الشرايط ام خمسه ايه؟ بقت بستة يا صاحبي. ليه يا عم ايمن كده؟ ما كانت من شهر باربعة بس. يا عم انا بجيبهم بصعوبة، وبعدين الطلب عليهم كتير، وبعدين يعني فتح معايا كده عشان نعلمها. شريط ابو ستة بستة ولا ايه؟ ماشي يا عم. خد بقى ده شريط مني ليك، لسه نازل حالا، تمام؟ محدش شافه غير اتنين بس. لسه نازل؟ هات كده، هو بخمسة بس حبيبي. ماشي يا سيدي. بتعملي ايه يا بت؟ ايه ده؟ انت عملت ايه في الشريط؟ والله ما عملت حاجه. انت ازاي تفتح الشريط كده؟ انت عارف لو كان حصل له حاجه كنت سويت عيشتك. والله ما اقصد. والله معلش يا عم ايمن، حصل خير. ينفع كده كريم؟ معلش مش قصدها. معلش بقى ما تعمليش كده تاني يا اخوخه. ماشي والله خلاص، حقك عليا يا اخوي، حقك عليا. خلاص بقى يا عم ايمن، مش عايز اي حاجه. انت ريح. حصل خير يا سيدي. ماشي يا عم ايمن، يلا يا اخوخه، يلا بينا. ماشي. جاتكم القرف بهايم. خوخة. ايوه يا استاذ. انا هخش انام شويه، ما تخليش العيال تصحيني لغايه اما البيجي، فاهمه؟ نوم العواف. في حاجه يا كريم؟ لا مفيش، انا هسرق بس الفيديو والبسها فيك انت. يا لهوي، هو انا عملت لك حاجه؟ بهزر معاك يا مهبول، تفضلي كده لحد امتى يعني؟ طب اساعدك في حاجه؟ لا خليكي زي ما انتي، انا هاخد الفيديو ده هوصله في التلفزيون عندي. بقول لك ايه، انا هنام، اوعي تفتحي عليا الباب ولا تصحيني. انت مش قلت هتتفرج على التلفزيون؟ هتفرج وانا نايم. اسكتي انت بس وتفتحيش عليا الباب. ماشي. ايه بقى الكلام ده؟ انت هترقد ولا هتتفرج على التلفزيون؟ مالكيش دعوه انت، انا هتفرج وانا نايم، المهم انت اوعي تفتح عليا الباب، فاهمه؟ طب اتفرج كويس. شقه ماما ايه اللي نعيش فيها يا بنتي؟ مش هينفع يا حبيبي. فيها ايه بس؟ ده احنا كده هنوفر ونتجوز بسرعه. يا سلام، فرحت انا لما اتجوز بسرعه بعيش حياتي كلها متكتف. هو متكتف ليه ان شاء الله؟ متكتف ليه؟ اصل انا شكرا. ميرسي. قبل ما بنام بسيب دماغي في اوضه ورجلي في اوضه وايدي في اوضه ثالثه خالص. يعني ايه يا بنتي؟ انت بتفكريش يا بنتي الزوج مننا ما بيرتاحش غير مع مراته في بيته احماره. يا حبيبي يعني احنا هنعيش في الصاله؟ ما احنا برضه هيبقى لنا اوضتنا مقفوله علينا. برضه لا. بعدين انت عبيطه ولا ايه؟ ده انت اساسا المفروض تقنعيني نعيش لوحدنا، تيجي تقولي لي نعيش مع ماما. طب بص، كل لقمه كده وفكر هتلاقي فكره حلوه. مش عايز. بعدين فكرت ومش عايز. انا مش عارفه انت عامل كده ليه يا حبيبي. انا بسهلها عليك وانت تصعبها. بقول لك ايه، سيبك من جو تسهلها وتصعبها ده، قولي لي بقى الفكره دي بتاعتك اساسا ولا بتاعت تغريد؟ فكرتي انا طبعا. ماشي يا تغريد. ماشي. وانت ليكي رؤى معايا، عارفه ليه ولا مش عارفه؟ عشان بتسيبي ودنك الجميله دي لاي حد يقعد يرغي 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 ومش بعيد يبوظ لك حياتك. يا بنتي ده ناقص تقول لنا نشرب ايه ونخلف امتى ونعمل ايه؟ ايه ده، في ايه مالك؟ هو انت قافش ليه اللي هي اللي قايله لي؟ قلت لك فكرتي انا. طب نفرض مثلا ان هي اللي قالت لي، ما هي برضه مامتك وعايزه مصلحتك. ريم. الكلام خلص، وعدي يومك على خير لو سمحتي. طب خلاص خلاص بقى. خلاص، هو احنا خارجين نتبسط ولا نتعكن؟ قولي لنفسك استهان. الله. طب بحبك بقى. فك التكشيره دي بقى.
شايفاني يا بنتي. يا مدام اصبري عليا شويه. ردي علينا يا رشا، شايفانا؟ طمنينا. ايوه انا شايفاكي يا دوحة، الحمد لله انا شايفاكي. يا حبيبتي الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله، شكرا يا دكتور، ربنا يخليك لينا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هتلبس نظاره ثانيه يا دكتور؟ مش انا بنحتاج النظاره بعد كده. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبتي يا رشا، يا لهوي، ده انا ما كنتش مصدقه نفسي اليوم اللي هتفتحي فيه. انا كان هين عليا اديكي عناية تشوفي بيها. انا كنت خايفه ما افتحش وما اشوفكيش تاني ابدا يا توحة. حبيبتي كنت خيرك يا توحة، والله جميلك ده ما هنسى العمر كله. بس اسمعي بقى، الدكتور قال لا تتعرضي للشمس ولا ضوء جامد، سامعه ولا لا؟ سامعه. انتوا عندكم ضوء الشمس ولا عندكم ضوء من اساسه؟ ده انت عندك كلها هي لمبه مدخمسه بقى توحة. لكن امك ما تشوفهاش، مش كده؟ خساره فيك الدمعتين، وقريتي عليكي تبقي تعبانه. يا لهوي شوفي الولايه يا ولاد، انت لسه كنت عماله تقولي توحه توحه، غيرتي اوام؟ لا طبعا يا ماما، انا ماديش غيرك انت وتوحه. يا حبيبتي يا رشا، يا حبيبتي الحمد لله رب العالمين، يا رب اشوفك عروسه يا حبيبتي. هتتلم شويه هو ده وقته. يا لهوي يا اختي، وبعدين ايه اللي حاصل؟ فضلت ابص شويه، لقيت الدنيا بتلف بيا وركبي ثابت، رحت جاري على المطبخ قبل ما اقع. يخرب بيتك بنت هبله، بقى تبقى قدامك فرصه يا بنت زي دي وتسيبيها وتجري على المطبخ؟ تعمل ايه يعني؟ تمسكي في الواد ده، الواد كان في ايدك زي حته الحلاوه، تهجمي عليه وتخلصي الموقف. وانت عايزاها تدخله ليه يعني؟ حبا في الوساخه وقله الادب؟ لا يا اختي، تملك الواد تحطه في عبها، تبقى ملكاه كده زي الخاتم في صباعها. انت هستفاد ايه بقى؟ انا طول عمري بقول ان انا عارفه اتنين هبل. لا يا اختي انا فاهماكي كويس. فهماني؟ وانت اصلا لو بتفهمي حاجه في الدنيا كان ده بقى حالك. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ يا نهار اسود ونيل، سرقتيه من بيت مين؟ سرقت ده ايه؟ ده الراجل الكبير جابهم لي لحد رجليا وقال لي اتفضلي يا توحه، خدي الرزم دي وخدي الذهب ده. ايه يعني شبكه ومهره هيتجوزك؟ لا يا هبله، انا ما عملتش زيك، انا مسكت في الفرصه اللي جات لي بايديا واسناني. وبعدين هي الناس اللي زي دي تبص لنا ولا تتجوزنا؟ انا فضلت مسيطره على الراجل لغايه ما جبته على بوزه، والنتيجه ايه؟ فلوس وذهب. طول عمري ومن ساعه ما شفتك على السلم هنا بقول عليكي مش سهله. توحه تعملي ايه بالظبط عشان يدولك الحاجات دي؟ رد عليها يا اختي وقولي لها بعمل ايه. بصي يا بنت، بعمل زي الفيديو اللي انت شفتيه مع الواد بالظبط. يا سحتان. طب هتعملي يا اختي ايه في الذهب ده؟ هلبسه. تلبسيه ازاي يا منيله؟ يا خيبه يا هبله، اكيد الراجل ده مديكي ذهب مراته، ولو جات وشافتك لابسها هتفضحك وتطلعك حراميه وسرقاه. يا لهوي تفتكري؟ ايوه يا بت. وبعدين لو رحتي بعتيه مش هينفع، هتتقفش، عشان الذهب ده من غير فاتوره، وكلهم دلوقتي يا اختي ما بيردوش ياخدوا اي ذهب غير لما يكون معاكي الفاتوره. بعدين معاكي بقى حيرتيني، يعني ابيعه ولا البسه؟ لا يا اختي هبيعيه، بس مش لاي حد، سيبهولي بس كده يومين وانا هعرف اتصرف لك فيه. الله، جرى ايه يا بت؟ انت مش مأمناني؟ ده انا بحاول اتصرف لك واشوف لك حال. لا يعني بدربها في دماغي كده اشوف اذا هلبسه ولا هبيعه ولا هبيعه ولا هلبسه. انت حره. طب خلاص يا وزه امسكي، بعي بعي معرفتك اهو كده. توحة انت بنت ابنه؟ يا لهو عليا، معلش يا اختي معلش، دي اسئله هبله هبله، والمصحف هبله. ما يعني مستعجبه يعني؟ اسمعي يا خوخ، انت اللي تحددي تدي للراجل ايه، الست هي اللي بتتحكم مش الراجل، فهمتي؟ فهمت. ولا فهمتي ولا نيله. عزغرك بتقول فهمت. ينيلك يا خوخه، وانما انا ما عارفه انت هتتجوزي ازاي يا موكوسه. يا اختي بكره تتودك. على رايك يعني هي الواحده كانت اتولدت كده؟ يلا يا مسهوكه قومي قومي يا سهتان. تاخدي نوجه؟ لا مش عايزه نوجه، انا عايزه مكيس. ده ايه؟ خدي يا اختي، وبقى انا اللي فتحت لك بدايه الطريق، خدي.